قصف عنيف تشهده بلدة جبات الخشب وقرية أوفانيا مع محاولة اقتحام الأخيرة من قبل قوات النظام. استطاع الحر صد الهجوم وتكبيد النظام خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. وكما قام عناصر الحر باستهداف التل الأحمر بالرشاشات الثقيلة وصواريخ السهم الله الأحمر. أكبر. وتقوم الآن مجموعات من الجيش الحر بقصف المراكز الأمنية في مدينة البعث في القنيطرة، كمقر فرع الأمن الجنائي والحاجز المتواجد هناك، ودك مبنى مديرية النقل بقذائف الهاون والذي يعتبر مركزا لتجمع الشبيحة. كما وأن النظام ما يزال يستقدم تعزيزات كبيرة إلى مقر قيادة اللواء 90 من أجل التحرك مرة أخرى إلى قرية أوفانيا لمحاولة اقتحامها، متزامنا كل هذا مع قصف كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحر وتدمير عدد كبير من المنازل وسقوط جرحى مدنيين جراء القصف. يقول الثوار في محافظة القنيطرة أنهم باتوا على مقربة من إعلان محافظة القنيطرة محررة بالكامل. لأورينت نيوز، محمد فهد، القنيطرة.